السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي وأحبائي الكرام، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسعادة. دايما معكم ممدوح مصطفى من برنامج عشاق مقارنة السيارات، عامل لكم فيديو جديد. إذا عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك الجميلة بتاعتك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. هنتكلم النهارده عن سكودا كودياك 2021 بمختلف الفئات بتاعتها، وإذا كنت من محبي السكودا تابعنا في هذا الفيديو للنهاية علشان ما يفوتكش أي معلومة. العربية بتنزل بسبع فئات، هنتكلم النهاردة عن خمس فئات فقط، لأن الفئة الأخرانية اللي هي الفئة الخامسة اللي هي السبورت لاين 7 بتنزل 1400 سي سي تيربو، أما الفئة السابعة الأخرانية هي فيها نفس الإمكانيات بس بتختلف في قوة الموتور، الموتور بينزل 2000 سي سي. الفئة الأولانية اللي هي الأكتيف 5 والثانية دايناميك 7 والثالثة أمبيشن 7 والرابعة ستايل 7 والخامسة سبورت لاين 7. العربية بتنزل بسعة محرك 1400 سي سي تيربو 16 صباب 4 سلندر، وقوة العربية هي 150 حصان ما بين 5000 لفة في الدقيقة ل 6000 لفة في الدقيقة، وأما العزم الأقصى للدوران فهو 250 نيوتن متر ما بين 1500 لفة في الدقيقة ل 3500 لفة في الدقيقة، ونظام الدفع هو دفع أمامي، وسرعة العربية هي 199 كيلو متر. العربية بتتسارع من الصفر ل 100 كيلو أو من الثبات ل 100 كيلو في 9.7 ثانية، ومتوسط استهلاك الوقود في ال 100 كيلو 6.3 لتر، ونظام حقن الوقود حقن مباشر، وسعة خزان الوقود 58 لتر. أما الوقود المفضل استخدامه في العربية فهو 92 أو 95. والعربية بتنزل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات دي اس جي، وبتنزل فيها جنوط رياضية 17 بوصة في الفئة الأولى والثانية، وجنوط رياضية 18 بوصة في الفئة الثالثة، وجنوط رياضية 19 بوصة في الفئات اللي بعد كده. أقل نصف قطر للدوران هو 6.1، والطول الكلي للعربية 4.697 متر، والعرض الكلي 1.882 متر، والارتفاع الكلي 1.676 متر. أما قاعدة العجلات فهي 2.791 متر، وارتفاع السيارة عن الأرض 193. سعة الشنطة الخلفية بالنسبة للفئة الأولانية اللي هي الفايف 835 لتر، أما الفئة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وبقية الفئات 765 لتر. وزن السيارة فارغة في الفئة الأولانية اللي هي الفايف 1787 كيلو جرام، أما الفئة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وبقية الفئات 1820 كيلو جرام. العربية بتنزل بنظام تعليق أمامي ماكبيرسون ونظام تعليق خلفي مالتي لينك، والعربية بتنزل فيها فرامل أمامية ديسكات وفرامل خلفية ديسكات، بتنزل فيها فرامل مانعة للإنغلاق اللي هي الاي بي اس في جميع الفئات، ونظام التوازن الإلكتروني الاي اس سي في جميع الفئات، والتحكم في عزم المحرك عند السحب اللي هو الام اس ار في جميع الفئات، ونظام التحكم في الجر اللي هو الاي اس ار موجود في جميع الفئات، ونظام القفل التفاضلي الالكتروني اللي هو الاي دي ال موجود في جميع الفئات، ونظام الفرامل الهيدروليكيه المساعده اللي هو الاتش بي اي موجوده في جميع الفئات، ونظام مساعده صعود المرتفعات الاتش اي سي موجود في جميع الفئات، وسائد هوائيه للسائق موجوده في جميع الفئات، وسائد هوائيه للراكب الامامي موجوده في الجميع الفئات. أما الوسائد الهوائية الجانبية للراكب مش موجودة في الفئة الأولى ولا الثانية، لكن موجودة في جميع الفئات اللي بعد كده. إضاءة تنبيه متكررة عند الفرامل المفاجئة موجودة في جميع الفئات. نظام اللي هو الأيزو فيكس لتثبيت مقاعد الأطفال موجودة في جميع الفئات. نظام الحماية ضد السرقة الإمبولايزر موجود في جميع الفئات. مراقبة ضغط الهواء بالإطارات مش موجود في الفئة الأولانية، لكن موجود في الفئة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وبقية الفئات. إضاءة نهارية مستمرة ليد موجودة في جميع الفئات. حساسات ركن خلفية موجودة في جميع الفئات. حساسات ركن أمامية مش موجودة في الفئة الأولى، لكن موجودة في جميع الفئات اللي بعد كده. كاميرا خلفية موجودة في جميع الفئات. قفل مركزي للأبواب سنتر لوك موجود في جميع الفئات. تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح مش موجود في الفئة الأولى، لكن موجود في جميع الفئات اللي بعد كده. خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح مش موجود في الفئة الأولى ولا الثانية، لكن موجود في جميع الفئات اللي بعد كده. عجلة احتياطي حجم أصغر 7 راكب مش موجودة في الفئة الأولى، لكن موجودة في جميع الفئات اللي بعد كده. مفاتيح طي شكل جديد مع غطاء مطلي بالكروم مش موجودة في الفئة الأولى، لكن موجودة في الفئات اللي بعد كده. عجلة قيادة متعددة الوظائف موجودة في كل الفئات. مثبت سرعة موجود في كل الفئات. فرامل يد كهربائية اللي هي الأوتو هولد موجودة في كل الفئات. بدلات ناقل الحركة خلف عجلة القيادة اللي هي الشيفتات بتاعة الطارة مش موجودة في الفئة الأولى ولا الثانية، لكن موجودة في الفئات اللي
اللي بعد كده، وبتختلف في من الفئة الخامسة وانت طالع، ان الشفتات بتبقى معمولة من الكروم او من النيكل. شاشة العدادات الوان ديجيتال مش موجودة في الفئة الاولى ولا الثانية، لكن موجودة في الفئات اللي بعد كده. خاصية تغيير نمط القيادة مش موجود في الفئة الاولى ولا الثانية ولا الثالثة، لكن موجود في الفئات اللي بعد كده. راديو اف ام واي ام ومشغل ام بي 3 موجود في كل الفئات. شاشة كاملة تعمل باللمس 8 بوصة موجودة في كل الفئات. نظام اللي هو السمارت لينك لربط الشاشة بالتليفون موجود في كل الفئات. اندرويد اوتو موجود في كل الفئات. ابل كار بلاي موجود في كل الفئات. مخرج اي يو اكس موجود في كل الفئات. مخرج يو اس بي موجود في كل الفئات. بلوتوث موجود في كل الفئات. مدخل بطاقه الذاكره اللي هي الاس دي موجود في كل الفئات. مخرج كهرباء 230 فولت مش موجود غير في الفئه الرابعه فقط، وبقيه الفئات ما فيهاش. مخرج يو اس بي اضافيه اماميه وخلفيه مش موجوده غير في الفئه الرابعه، وبقيه الفئات ما فيهاش. مصابيح اماميه هالوجين موجوده في الفئه الاولى والثانيه، اما الفئه الثانيه والثالثه والرابعه وبقيه الفئات فيها مصابيح اماميه ليد. مصابيح ضباب خلفيه موجوده في كل الفئات. مصابيح ضباب خلفيه موجوده في كل الفئات. مساحه خلفيه للمطر موجوده في كل الفئات. مرايه الرؤيه الجانبيه يمكن ضبطها كهربائيا موجوده في كل الفئات. مرايه الرؤيه الجانبيه يمكن طيها اوتوماتيكيا موجوده في كل الفئات. سخانات بالمرايات الجانبيه موجوده في كل الفئات. نقط ضوء بالمرايات الجانبيه موجوده في كل الفئات. مرايات خارجيه بخاصيه التعتيم مش موجوده في الفئه الاولى ولا الثانيه، لكن موجوده في الفئات اللي بعد كده. رشاشات للمصابيح الاماميه مش موجوده في الفئه الاولى ولا الثانيه، لكن موجوده في الفئات اللي بعد كده كلها. مصابيح خلفيه ليد موجوده في كل الفئات. نظام استشعار للضوء وتشغيل المصابيح تلقائيا مش موجود في الفئه الاولى، لكن موجود في كل الفئات اللي بعد كده. نظام استشعار الامطار وتشغيل المساحات تلقائيا مش موجود في الفئه الاولى، لكن موجود في كل الفئات اللي بعد كده. اضافه كروم خارجيه على الزجاج الجانبي مش موجوده في كل الفئات، موجوده في الفئه الثالثه والرابعه فقط. ديكورات عتبه الابواب مش موجوده في الفئه الاولى ولا الثانيه، لكن موجوده في الفئات اللي بعد كده كلها. قضبان السقف بلون فضي مش موجوده غير في الفئه الثانيه والثالثه والرابعه فقط، بقيه الفئات ما فيهاش. تحكم كهربائي للشنطه مش موجود في الفئه الاولى ولا الثانيه، لكن موجود في كل الفئات اللي بعد كده. شنطه كهرباء تعمل بحساس سفلي للقدم مش موجود في الفئه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، لكن موجوده في كل الفئات اللي بعد كده. اللي هو الحساس اللي انت بتمشي رجلك من تحت الاصطدام الخلفي بتتفتح الشنطه، ما هوش موجود في الفئه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، لكن موجود في الفئات اللي بعد كده. نظام اضاءه العوده الى المنزل ومغادره المنزل مش موجود في الفئه الاولى ولا الثانيه، لكن موجود في كل الفئات اللي بعد كده. شبكه اماميه باللون الاسود اللامع مش موجوده غير في الفئه الخامسه وانت طالع. ديفسور خلفي مع مخرج العادم المرئي مش موجود في الفئات الاربعه الاولانيه، لكن موجود في الفئات اللي بعد كده. مرايات السياره باللون الاسود اللامع مش موجوده في الاربع فئات الاولانيه، لكن موجوده في الفئات اللي بعد كده. لوجات على جانبي السياره مش موجوده في الفئات الاربعه الاولانيه، لكن موجوده في الفئات اللي بعد كده. تكييف هوائي ثلاثي التحكم بالاضافه الى العنايه الجويه مش موجود في الفئه الاولى ولا الثانيه، موجود في الفئات اللي بعد كده. إعادة تدوير الهواء واستشعار الرطوبة مش موجود في الفئة الأولى ولا الثانية، لكن موجود في الفئات اللي بعد كده. مخرج تكييف خلفي موجود في كل الفئات. مسند ذراع أمامي مع صندوق تخزين موجود في كل الفئات. الكنبة الخلفية قابلة للطي موجودة في كل الفئات. عجلة قيادة مكسوة بالجلد موجودة في كل الفئات. عجلة قيادة بتصميم رياضي مش موجودة في الفئة الأولى ولا الثانية، لكن موجودة في الفئات اللي بعد كده. فرش جلد طبيعي كامل مش موجود في الفئة الأولى، لكن موجود في الفئة الثالثة والرابعة. اما الفئه الخامسه وانت طالع فيها اللي هو فرش اللي هو الفخم اللي هو المكون من الكنطره الشموع. امكانيه تعديل ارتفاع كرسي السائق والراكب الامامي موجود في كل الفئات. تحكم كهربائي بكرسي السائق بخاصيه الذاكره مش موجود في الفئه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، لكن موجود في الفئات اللي بعد كده كلها. تحكم كهربائي بكرسي الراكب الامامي بخاصيه الذاكره مش موجود غير في الفئه الرابعه. دعم الفقرات القطنيه لمقعد السائق والراكب الامامي موجود في كل الفئات. شماسات جانبيه وخلفيه بتحكم يدوي مش موجوده في الفئه الاولانيه ولا الثانيه، لكن موجوده في الفئات كلها اللي بعد كده. اضاءه داخليه متعدده الالوان اللي هي الاضاءه الترحيبيه مش موجوده في الفئه الاولى ولا الثانيه، لكن موجوده في الفئات اللي بعد كده. اما الفئه الرابعه بيبقى فيها اضاءه داخليه متعدده الالوان. ضوء داخلي في ارضيه السياره مش موجود في الفئه الاولانيه، لكن موجود في الفئات اللي بعد كده كلها. مكان تخزين به مخرج تبريد مش موجود في الفئة الأولانية ولا الثانية، لكن موجود في الفئات اللي بعد كده. زكاك خلفي داكن اللي هو الفميل اللي نازل من الفابريكا موجود في كل الفئات. سقف بانوراما قابل للفتح مش موجود في الفئة الأولانية، لكن موجود في الفئات اللي بعد كده. مكان للنظارة موجود في الفئة الأولانية، لكن بقية الفئات اللي بعد كده فيها باقة من التجهيزات
أزيد من الفئة الأولانية، دواسات أرضية من القماش موجودة في كل الفئات، كراسي رياضية بالكامل بخامة الكانترا شموا، طبعا قلت لكم قبل كده مش موجودة غير في الفئة الخامسة والستة والسبعة، سقف السيارة من الداخل باللون الأسود مش موجود في الفئة الأولانية ولا الثانية ولا الثالثة، لكن موجود في الفئات اللي بعد كده كلها. تابلو مطعم بالكربون مع لوجات سبور، مع لوجو سبورت لاين، موجود في الفئة الخامسة وانت طالع، مش موجود في الفئة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة. وبدلات ناقل الحركة خلف المقود من الألمنيوم، قلت لكم قبل كده اللي هي الشيفتات، مش موجودة غير في الفئة الخامسة والستة والسابعة، الأولانية والثانية والثالثة والرابعة مش موجود فيها. بالنسبة للأسعار العربية، سكودا كودياك 2021 أكتيف 1400 سي سي تيربو ب 555 ألف جنيه، سكودا كودياك 2021 دايناميك 1400 سي سي تيربو 600 ألف جنيه، سكودا كودياك 2021 أمبيشن 1400 سي سي 680 ألف جنيه، سكودا كودياك 2021 ستايل 1400 سي سي تيربو 720 ألف جنيه، سكودا كودياك 2021 سبورت لاين 1400 سي سي تيربو 760 ألف جنيه، سكودا كودياك 2021 اللي كي 1400 سي سي تيربو 770 ألف جنيه، سكودا كودياك 2021 سبورت لاين 2000 سي سي 875 ألف جنيه. وكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، وإذا عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميلة بتاعتك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.